يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال الدم المسفوح لأجل العلاج؟ لا يجوز التداوي بالدم المسفوح إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، والعلاج لا يكون بالدم المحرم إلا في حالة الإسعاف، الحالة الإسعافية، الدم الذي يسحب به المريض مباشرة ما فيه، أو يخزن وإذا احتاج إليه يحقن في المريض، هذا لا بأس به ولا يسمى مسفوحا. المسفوح هو الذي يخرج من الذبيحة، من المذبح، من الوديجين، هذا هو الدم المسفوح الذي يخرج من وديجي الذبيحة وقت الزكاة ويسيل ويشخب، هذا هو المسفوح. نعم.